اهلا بحضراتكم مره تانية. بدات مواجهات دور ال16 في مونديال روسيا. عايز استثمر الوقت المتبقي ونعرف اكتر عن المنتخبات اللي خرجت من كاس العالم من الدور الاول، قد ايه كان فيها مفاجات، قد ايه كان فيها توقعات. نعرف ايضا الثمان منتخبات اللي هيصعدوا لدور الثمانيه، وكذلك ازاي ممكن نتابع اخبار المنتخب المصري بعد عوده المنتخب لارض الوطن بكل وضوح بكل شفافية بعد الكثير من الأسئلة الموجهة للمنتخب وللجهاز الفني، وبعد طبعا اتحاد كرة القدم ما ظهر في مؤتمره اللي كان خسارة أخرى بتضاف لخسارتنا في مونديال روسيا. برحب بضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ خالد طلعت. أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ ريهام، أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. خلينا نبدأ بالتوقعات، كانت أخبارها إيه مع حضرتك يا أستاذ خالد؟ يعني كانت في محلها ولا الاتجاهات أخذت مؤشرات أخرى؟ لا طبعا اكيد كان في بعض المفاجات في بطوله كاس العالم. يمكن انا شايف طبعا اقوى مفاجاه، المفاجاه المدويه، كان خروج منتخب المانيا حامل لقب البطوله طبعا من الدور الاول. دي كانت خارج التوقعات تماما. الارجنتين لسه خارجه النهارده بالظبط من دور ال 16 طبعا امام منتخب فرنسا، لكن المانيا كانت المفاجاه الاكبر لانها من الدور الاول، وكانت كمان مجموعه منتخب المانيا كانت في المتناول. يعني بنتكلم المانيا، السويد، المكسيك، كوريا الجنوبيه، فكل الناس كانت متخيله المانيا لن تجد اي صعوبه في احتلال صداره المجموعه، والناس كانت بتتكلم مين ممكن من المنتخبات الثلاثه التانيين يتاهل برفقه منتخب المانيا. لكن كانت المفاجاه المدويه طبعا خساره في اول مباراه امام المكسيك 1-0، ثم بعد كده فوز بصعوبه بالغه على منتخب السويد في الجوله الثانيه في اخر دقيقه، وبعد كده الخساره بقى التاريخية أمام منتخب كوريا الجنوبية 2-0 بهدفين في الدقائق الأخيرة. يمكن عايز أقول لحضرتك رقميا منتخب ألمانيا وصل كأس العالم 19 مرة، دي المرة رقم 19 ليه من بين 21 بطولة. يمكن المرة الوحيدة اللي خرج فيها من الدور الأول كانت سنة 1938، يعني لك أن تتخيلي من 80 سنة بالظبط منتخب ألمانيا ما خرجش من الدور الأول لكأس العالم. يعني هو بطل الكأس العالم. إيه الأسباب في رأيك المرة دي؟ والله يعني ما يعني مش من الواحد مش لاقي اسباب، لكن اعتقد يمكن يعني حتى يوخيم لوف المدير الفني لمنتخب المانيا متواجد مع المنتخب بقاله 12 سنه من 2006 حتى الان، انا شايف انها ممكن تكون ثقه زايده. يعني هو ده التفسير الوحيد لخروج منتخب المانيا. يمكن دخلوا البطوله بثقه زايده زي ما بقول لحضرتك، متوقعين ان هم هيحتلوا صداره المجموعه، المنتخبات اللي معاهم في المتناول، فبالتالي يمكن يكونوا لعبوا بتعالي شويه. ويمكن كره القدم دايما لما اللاعب بيتعالى عليها بتكون هي دي النتيجه، ما فيش تفسير اكتر من كده. يعني مقارنه بالمقارنه الفنيه وبالارقام، منتخب المانيا مع باقي منتخبات المجموعه، السويد، المكسيك، كوريا الجنوبيه، منتخب المانيا يتفوق بمراحل في خبرات اللاعبين، في حته القيمه الماديه حتى اللاعبين. هو بطل كاس العالم الاخيره 2014، بطل كاس القارات حتى في 2017 من سنه واحده بس، ويمكن كان كمان بيلعب بمجموعه من البدلاء. لكن هي تظل برضو ظاهره غريبه، خروج حامل اللقب يمكن تكررت يا استاذ ريهام في الفتره الاخيره اكتر من مره. يعني لو نبدا من كاس العالم 98 كانت فرنسا هي حامل اللقب، في 2002 خرجت من الدور الاول، ايطاليا كانت بطل كاس العالم 2006، في 2010 خرجت من الدور الاول، بعديها اسبانيا كانت بطله كاس العالم في 2010، في 2014 خرجت من الدور الاول، ثم المره الرابعه بقى يمكن المره دي المانيا بطل كاس العالم 2014 بتخرج في 2018 من الدور الاول. فهي ظاهره غريبه جدا ان حامل اللقب بقاله يمكن هي كانت ظاهره غريبه طبعا، وكان عليها اسقاطات كتيره جدا عندنا خاصه مزبوط. بعد خروجنا وانه تساوينا. يعني المواجهه بين اوروجواي والبرتغال يمكن لسه المواجهه منتهيه من ثواني قليله قبل ما ادخل حضرتك على الهواء على طول. يمكن منتخب اوروجواي قدر يفوز في المباراه دي 2-1، كانت مباراه قويه جدا. يعني مباراتين النهارده في دور ال 16 الاثنين كانوا مباراتين جامدين جدا بلغه الكوره. طبعا المباراه الاولى 4-3 ارجنتين وفرنسا، والبرتغال واوروجواي 2-1 لاوروجواي. يعني كانت مباراه، المباراتين كانوا سجال داخل الملعب وكان فيهم تكافؤ كبير جدا. لكن النهارده بقى شهد خروج اكبر نجمين في العالم. يعني ليونيل ميسي خرج في المباراه الاولى مع منتخب الارجنتين امام منتخب فرنسا، ثم كريستيانو رونالدو خرج في المباراة الثانية أمام البرتغال أمام أوروجواي. أفضل نجوم العالم مش هيكونوا متواجدين في دور الثمانية. شيء غريب أن المونديال ده كان فيه أفضل نجوم العالم زي ما حضرتك بتقول. مزبوط. فعلا بدءا من محمد صلاح، يعني تمام طبعا اللاعب الدولي طبعا. ومع كده كانت هي دي النتائج، هي منتخباتهم. مظبوط، هي رساله استاذ ريهام اللي انا شايفها ان كره القدم هي لعبه جماعيه. يعني ما ينفعش ان نجم واحد يقدر يقوم بفريق لوحده، وده اللي كان واضح. يعني محمد صلاح، مع احترامنا لكل لعيبه منتخب مصر، محمد صلاح لوحده في كفه وكل لعيبه المنتخب في كفه تانية. يمكن حتى رقميا لعيبه منتخب مصر اللي هم كانوا في قائمه كاس العالم يمكن كلهم على بعضهم كده سجلوا 67 هدف دولي، محمد صلاح لوحده مسجل 35 هدف دولي، وكل اللعيبه ال 22 التانيين مسجلين 32 هدف دولي. يعني محمد صلاح بالقيمه التهديفيه يمكن
لكل لعيبه المنتخب بالقيمه الماديه. يمكن محمد صلاح قيمته وصلت 150 مليون يورو دلوقتي على مستوى العالم، قيمه كل لعيبه منتخب مصر الباقيين كده كلهم على بعضهم تقريبا حوالي 46 مليون يورو، يعني تقريبا قيمتهم ثلث قيمه محمد صلاح. فطبعا محمد صلاح هو النجم الاوحد لمنتخب مصر، لكن ما يقدرش يشيل المنتخب لوحده، وده اتكرر يعني احنا نقطة للاسف. نقطه مهمه جدا انه هي ليست لعبه فرديه، مزبوط. هي لعبه جماعيه، واحنا دايما بنتكلم محمد صلاح فين، محمد صلاح كان لازم يضيف للاهداف اكتر من كده، خاصه كمان انه خارج من اصابه. مزبوط. كان شيء غريب فعلا. ان في انتقاد من البعض يعني ليه محمد صلاح، هي لعبه في النهايه جماعيه، محمد تمام. صلاح هيعمل ايه بمفرده؟ احنا للاسف بنحمل صلاح فوق طاقته، يعني صحيح. دايما الضغط كله على محمد صلاح، لكن هو ما يقدرش لاعب واحد في وسط 11 لاعب ان هو يقدر يعمل انجاز لوحده، وده اللي شفناه النهارده مع نجوم يعني افضل كمان من محمد صلاح، يعني او ليهم تاريخ بالظبط، ليهم تاريخ افضل وقيمه ماديه اعلى، وهم طبعا ابرز نجوم، يعني احنا طبعا اكيد بنقدر محمد صلاح، لكن العالم بيتكلم ميسي ورونالدو هم اكبر نجمين في العالم، بعديهم بيجي يمكن في المرتبه الثانيه محمد صلاح نيمار، لكن النهارده ميسي لوحده ما قدرش مع منتخب الارجنتين ان هو يعمل حاجه، وخسروا من فرنسا 4-3. رونالدو بنجوميته يمكن في الدور الاول ظهر وكان ليه دور كبير مع منتخب البرتغال وساهم في تاهلهم للدور الثاني، لكن لما وصلوا دور ال16 واصطدموا بمنتخب قوي، منتخب جماعي بيمتلك. كنت متوقع الكلام ده استاذ خالد؟ يعني الارجنتين والله يعني الارجنتين وفرنسا مباراه كانت سجال، يعني منتخبين اقوياء، يعني صعب جدا، يعني المباراه نقدر نقول بلغه الكره 50-50، كان وارد فيها ان الارجنتين تتاهل، كان وارد ان فرنسا تتاهل، وانس ان احنا وصلنا خلاص مباراه دور ال 16 القوى العظمى بتلتقي مع بعض، يعني الدور الاول ممكن بنتوقع فيه سهوله ان منتخب يفوز على الثاني، لكن من بدءا من مباراه دور ال 16 تقريبا كل المباريات متكافئه، يمكن باستثناء مباراتين او ثلاثه فقط، لكن كل المواجهات اللي قدامنا طبعا شايفينها على الشاشه، فرنسا مع الارجنتين اللي اقيمت النهارده 4-3، اوروجواي مع البرتغال 2-1، بكره عندنا مباراتين هامين جدا، منتخب اسبانيا هيلتقي مع منتخب روسيا الساعه 4 عصرا، وبعديه منتخب كرواتيا مع الدنمارك 8 مساء، دي مباراه بكره، بعد غدا ان شاء الله من مباراتين برضو البرازيل مع المكسيك في 4 عصرا، وبلجيكا مع اليابان في 8 مساء، ثم اليوم الاخير هيكون السويد مع سويسرا وكولومبيا مع انجلترا، دي مواجهات دور ال 16 بالكامل. اسبانيا وروسيا بكره الساعه 4 محسومه لاسبانيا ولا روسيا هتفاجئنا؟ والله لا، طبيعي ان اسبانيا هي الافضل طبعا، يعني اسبانيا برضو من المنتخبات القويه المتكامله، وعندهم يمكن كوكبة من النجوم ابرزهم طبعا في ريال مدريد وبرشلونه. روسيا يمكن بدا بدفعه قويه بالفوز على السعوديه 5-0 ثم الفوز على مصر 3-1، لكن اعتقد مستوى تراجع وظهر بشكل اقل لما واجه منتخب قوي زي اوروجواي وخسر في الجوله الثالثه 3-0، فبالتالي يمكن كفه اسبانيا تكون ارجح في مباراه بكره، وان كان زي ما احنا قلنا لا كره القدم فيها مفاجات وممكن وارد يحصل فيها اي نتائج. البرازيل والمكسيك، البرازيل والمكسيك اعتقد ان الامور هتكون محسومه لمنتخب البرازيل، يعني منتخب البرازيل طبعا منتخب قوي جدا، يمكن بدا بدايه برضو ما كانتش جيده، لكن دايما المنتخبات القويه مش بتبدا بالفول باور او بكامل قوتها من بدايه البطوله، مستواها بيتطور مع كل مباراه ومستواها بيزيد، ده اللي حصل مع المنتخب البرازيلي، واعتقد ان هو هيكمل مشواره في البطوله للمراحل المتقدمه. الفرق اللي ممكن غير متوقعه تصعد لدور الثمانيه، اعتقد احنا عندنا مباراتين طبعا هم اللي فيهم منتخب هيكون مفاجاه او حصان اسود، عندنا المباراه الاولى كرواتيا مع الدنمارك اللي هتقام بكره في 8 مساء، اعتقد المنتخبين دول ما كانش حد عامل حسابهم او ما كانوش داخلين جوه التوقعات ان هم ممكن يوصلوا لربع النهائي، اعتقد ممكن يكون منتخب كرواتيا هو الافضل شويه لانه ظهر بمستوى جيد جدا في الدور الاول وعمل فوز كبير على الارجنتين 3-0، ففي رايي ان كرواتيا هتكون هي الافضل في مباراه بكره وهي اللي ممكن تكون ليها حظوظ في التاهل لدور الثمانيه. المباراه الثانيه اللي اعتقد اللي هتجمع بين السويد وسويسرا، برضه منتخبي السويد سويسرا ما كانش حد يتوقع ان هم ممكن الصعود اللي حصل ده يكملوا الدور الثمانيه، لكن برضو يعني حظهم حلو ان هم الاثنين وقعوا في مواجهه بعض، يعني في بعض المواجهات قويه زي ما شفنا مثلا فرنسا وفي مواجهات متساويه وفي مواجهات اقل شويه في القوه، ويمكن يعني مستوى المنتخبين اعتقد واحد فيهم هيكون مفاجاه انه يوصل دور الثمانيه. اخيرا مصر، يعني المؤتمر كانوا بيقولوا فيه ان احنا مستنيين تقرير كوبر، وفقا لمعلومات حضرتك في اي تقرير من كوبر عن اداء اللاعبين اللي عن 3 سنين فاتوا مش عن المونديال؟ يعني احنا سؤالنا عن المونديال مش الثلاث سنين اللي فاتت، هل في اي تقارير اتقدمت؟ لا حتى الان لسه لم يصدر تقرير من مستر كوبر، لكن اعتقد لا اتحاد الكره بيعاني وعنده ازمات كبيره جدا، ويمكن انا شايف زي ما حضرتك قلتي المؤتمر الصحفي اللي عمله اتحاد الكره واللي انا مش شايفه اصلا ان هو كان مؤتمر صحفي، يعني كان لا في الكثير من الاخطاء الفنيه وكان في زاد الامور كثيره كانت من المفترض ان لا تظهر، يعني المؤتمر اذا ما كناش كنا جاهزين ليه او مرتبين ليه كان من الافضل انه لا يظهر، لانه طبعا وسائل اعلاميه كثيره بتنقل المؤتمر. هو ما فيش تقرير عن اداء كوبر نفسه؟ يعني مين اللي هيحاسب كوبر؟ يعني ما فيش اي حقيقي ما فيش اي تقارير فنيه؟
لا طبعا هو ما يعني ما حدش هيحاسب كوبا لان هو عقده اوريدي انتهى، يعني هو عقده انتهى بنهايه كاس العالم، وبالتالي خلاص رحل عن تدريب منتخب مصر، فخلاص يعني ما فيش اي محاسبه ليه. اللي اعتقد عمله دلوقتي عمله في المونديال. الامور بدات بقى في محاسبه اللعيبه، وبدات عمليه البحث بقى عن مدير فني جديد لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. مين الاوفر حظ؟ اعتقد اتجاه اتحاد الكره المدرب اجنبي، يعني يمكن مع احترامي لكل المدربين المصريين المتواجدين على الساحه دلوقتي، يعني انا على المستوى الشخصي مش شايف حد ممكن يصلح ان هو يقود منتخب مصر ويكون مدير فني لمنتخب مصر الفتره الجايه. يمكن كل الاسماء، بعض الاسماء طرحت، وتحديدا هم اسمين اللي طرحوا بشكل كبير، كابتن حسام البدري طبعا مدرب الاهلي السابق، وكابتن حسام حسن مدرب فريق المصري. يمكن دول الاسمين الاكثر حظوظا لو لجأوا لمدرب مصري، ولكن انا شايف الاثنين عليهم برضو علامات استفهام كتيره جدا. يعني كابتن حسام البدري اعتقد يمكن رحيله عن النادي الاهلي قبل كده، رحيله المره دي بصوره برضو غير لائقه، وكان في ازمه مع كابتن محمود الخطيب، ثم اعلن يمكن اول امس ان هو تولى رئاسه نادي بيراميدز النادي الجديد او نادي الاهرام اللي هو كان نادي الاسيوطي. فاعتقد خلاص هو دخل في كارير تاني، هيبقى رئيس نادي بيراميدز، صعب ان هو يتولى تدريب منتخب مصر. واعتقد كمان حتى شعبيه كابتن حسام البدري وسط الجماهير قلت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. النقطه الثانيه كابتن حسام حسن، يمكن كابتن حسام فنيا مدرب مميز جدا وماشي بشكل كويس مع فريق المصري، وان كان برضو ينقصه حته الهدوء بقى، يعني العصبيه الزايده بتاعت كابتن حسام وكابتن ابراهيم بتؤثر عليهم دايما بالسلب داخل الملعب، بتؤثر على مشاكله مع الحكام، مشاكله مع الفرق المنافسه. اعتقد صعب ان هو بالاتيتيود ده ان هو يتولى منصب مدير فني منتخب مصر الفتره الجايه، لان احنا عايزين حد يكون اكثر هدوءا من كده. شكرا جزيلا على التوضيح بالنسبه للمونديال، وبالنسبه ايضا للملف الخاص باخفاقات المنتخب المصري في مونديال 2018 في روسيا. النقد الرياضي خالد طلعت، شكرا لوجودك معنا. متشكر جدا ليك. ودلوقتي وبعد فاصل قصير إعادة لحلقة عن مرض التصلب التعددي. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على المتابعة.